سبحانك يا ذا العزة والجبروت، ويا ذا الملك والملكوت، يا من جمعت بين يوسف ويعقوب بعد 40 سنة قبل أن يموت، وفضلت مريم على نساء العالمين بدعاء القنوت، وحملت موسى إلى عرش فرعون في التابوت، وسترت يونس في بطن الحوت، ونجيت محمد من سيوف قريش بنسج العنكبوت. فسبحانك يا ذا العزة والجبروت.